عود سمعنا. عود سمعنا نشوف. أنا يا جماعة قصتي قصة قد تبدو سخيفة، بس الحقيقة أحيانا مرة، وياما شغلات بسيطة تسببت بكشف أمور كبيرة. والقصة اللي حصلت معي ما بتدل على طيبة قلبي بقدر ما بتدل على مكر النسوان وقوتهم واحتيالهم. يعني أنت تجوزت وطلع نقبك على حجار؟ يعني فيكن تقولوا تجوزت وما تجوزت. إيه شو هي حزيرة يعني ولا شو؟ مو حزيرة، بس هذا اللي صار معي. حاصله أنا ما رح أكتر الشرح ورح أفوت بالقصة دغري. هذا يا سادة يا كرام، كنت مرة بإحدى الليالي الشتاء الحزينة قاعد ببيتي عم بلحس دبس وطعينة، وكامر حالي بهالحرام من بردي وعم بسمع غنية لسعاد محمد أنا وحدي. والمطر يا خي بأرض الديار كابسة، والبرق عم يدخل من الشباك علي، السما مسودة وعابسة، وأنا داحش المنقل بين رجلي، يعني مستمتع بوحدتي وحاطت جنب مني مخدتي حتى إذا انعست على غفلة إلوي عليها رقبتي. بينما أنا في هذا الانسجام الذاتي حدثتلي أغرب قصة بحياتي. على غفلة دق الباب بالسقاطة والهوى عم يصفر صفر، والناس لأنه النهار قصير والغيم أسود عم تنام بفرشاتها من العصر. بقى مين هالضيف اللي قاصدني؟ خفت يكون يا غول يا جني. المهم تعوزت بالمنجيات السبع وقلت مو حلوة يا رجل طلطي بقوطك مثل الخفاش. فتحت باب الغرفة ولبست الباب واجتزت أرض الديار في الدهليز هيك لحتى وصلت للباب. مساء الخير يا أخي. مساء الخيرات. إنس ولا شن حضرتك؟ قل هو الله أحد. شو هالكلام اللي ما له طعمي عند هالمساء؟ هذا وضع ما تقلي تفضلي وتحميني من هالمطرة. من عيوني، بس حضرتك مين بتكوني؟ هلا الكلام على باب صقاق ما له طعمي، بقى خليني أدخل حتى دفع طعمي البارتي. طيب ما بدي أفهم شو طلبك بالأول؟ أنا إنسانة محتاجة وما لي عزة ولا جاجة حتى تردني خابي من على باب صقاق. بقى خليني أدخل لأنه ملايتي ما عم ترد البرد مثل المنخور. طيب تفضلي. يكتر خيرك يا أخي، الله يعز اللي ربوك لأنك فعلاً شهم وطالع لأبوك. ليش بتعرفي أبي؟ لهلك أنا اللي بعرفه شلون ما بعرفه. الله يرحمه ويحسن إليه. نحن كنا جيران من 10 سنين بحارة الأرماني، وبالعلامة أمك اسمها نظيرة خانم السيوطي. لساتها عايشة يا ترى؟ لا، توفت من 5 سنين الله يرحمها. فوتي عندي ودفي. حاكم البرد برا بيري جلد. بس لحد هلا أنا ما عرفتك. وشلون بدك تعرفني أنا وبهالمنظر؟ أصلاً أنا كنت طفلة بأولي لما كنت أنت شاب بأولك. عفواً، الاسم الكريم؟ فوزية شرشف. أنعم وأكرم. بتعرفوا اللي بيت شرشف؟ لا والله ما حصل لي الشرف. يا سيدي هدول أكبر تجار صرامي بهالبلد، أنت أكبر قدر. ما بتشوف الشحاطات والزرابيل اللي معلقة بباب الجابية والمصنوعين من كوشوك السيارات؟ بلا. ايه، جدي ابو عدنان الصرماياتي هو شيخ الكار تبعه. انعم واكرم. عرفته؟ لا والله. تشربي شاي؟ ايه منيحه، بدها سؤال. ايه على عيني. ايه ستي، ممكن اعرف هلا شو طلبك؟ طلبي يا مرحوم البي ظاهر وعسير، بس حلو يا سيدي. مري اختي. قبل ما افوت بالحاني بدي منك تستوعبني ولا تكشر بوشك وتروحني. ما بيصير الا الخير، تفضلي احكي. هذا يا مكتور الخير، انا مرة مقدرة، يعني بعكس ما بيوحي لك منظري، ومن جديد صايرة معترة وما عم بعتني بمظهري. نعم، تفضلي. والحقيقة أنا ست متجوزة
بس بالاسم فقط. شلون يعني؟ يعني بعد جوازي بست شهور تركني جوزي وسافر لبلاد برا، وانقطعت اخباره عني 10 سنين، وتركني مثل الباذنجانة الوحيدة اللي نسيوا يقطفوها ويبست على امها بهالبستان، ولا عاد تنفع لا للمخلل ولا للمعود ولا للمكدوس ولا لاكل التيوس. اوف، شو هالجوز اللي اليك؟ العين الطراءة تصيبه، ولك الطاعون الاصفر ينيبه، تركني مثل الخرقة وبزقني من تمه فرد بزقة، وهذا كله بعد شو؟ بعد ما مص عسلي واستنشق عبيري، يعني بعد ما كنت درقني رياني، ساواني مثل التمرة النشفانة، ولك إلهي إلهي ياخذ جزوه ويعتر كل مين بيحزي حزوه. طيب ما حاولتي تبحثي عنه؟ بحثت، شلون ما بحثت عنه؟ والله بحثت، بعثت أخبار للجرايد والإذاعة، وبعثت لبرنامج لقاء الضائعين واجتماع المحبين وحبل الوداد وجسر المحبة وتلفريك العشاق، بس ما في خواص، ملح وداب، ولك يخرب بيته هرب مني وكأني برصة، وسافر لبعيد بأول فرصة. المهم شو الطلب هلأ؟ لا، ورحت لعند القاضي أفضل حمايتي وحكيت له روايتي، ورفض تطليقي ووقف مثل غيمة شباط بطريقي. ماشي الحال ماشي الحال، بس انت فاهميني هلا شو طلبك حتى اقدر اخدمك. طلبي هو كالتالي، بدي منك يا مكتور الخير، يا ابن نظيرة، يا سليل الكرام، تروح معي لعند القاضي افضل حمايتي وتقول قدامه انا جوزة لهالمخلوقة، يعني جوزي، وتطلقني قدامه. نعم، بدك يعني اعمل حالي جوزي؟ انت هيك قول بس، وطلقني فورا، طلقني قدامه. انا بصراحة بدي اتجوز على سنة الله ورسوله، وفي حوالي شاب راغبني وحاببني وعين الله حوله، ويعني بعد ما تطلقني وتخلص العدة بدي فرح شبابي بهالشاب اللي مثل الوردة، وإذا بدك مصاري بعطيك، بس لا تخيبني الله يخليك. قديش قدك إكرامية؟ لا لا أختي، ما بدي شيء ما بدي شيء، خبي قرشك. يعني قبلت؟ شو قبلت؟ الشغلة بدها دراسة وتفكير، قال قبلت قال. شو الشغلة كيمياء؟ ما بدها شي المسألة، كلمة عند القاضي وانتهت المشكلة. ايه بس يعني لا تخيبني مشان الله، وإذا كنت قلاوي بتاخذ أجرك من الله. يعني هو صحيح الطلب غريب، وما ما يعني يعني هلأ ما بدها مكمكة وتفكير وتكتكة، كلمة ولا تغضاها، بدك تخدمني ولا أم اتيسر؟ ماشي الحال اختي ماشي الحال، انت بتستاهلي كل خير. على كل حال بكره بروح انا وياكي لعند القاضي افضل حمايتي. لك روح روح الهي بجاه ما خلقت من مطر وبرق ورعد، بجاه الليل العاصف وهالهوى النازل، بجاه المطر اللي عم يزخ وهالرزاز اللي عم يرخ، يجعل له الانسان حديقه بجنتك وفيلا ومسبح بفردوسك. الهي يا حق اخي، استر ما شفت مني، وبكره الله يخليك لا تنساها موعدنا عند القاضي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اهلا وسهلا. شرفتي اختي. الله معك، تفضلي. الاسم الكامل؟ فؤاد فياض المايل. عمرك الافتراضي؟ 50 سنة سيدي القاضي. وين ساكن يا فؤاد؟ بتل الرماد. وين بجهاد؟ قريب من تل اللوز. بأنو خانة؟ ابو درعنة. شو العنوان؟ درب التبان. بأنو حارة؟ حارة نسيها الزمن. جاوب منيح. حارة حمام الإيشاني. الفرع الأول ولا الثاني؟ الفرع الثاني. شو رقم البناء؟ البناء 22 سيدي. شو رقم بيتك؟ 999. شو اسم أبوك؟ أبو كامل. اسم أمك؟ أبلة نظيرة. اسم خالتك؟ سوريا سيدي. شو اسم جوزها؟ الدغري. شو هالعيلة هي؟ عائلة 5 نجوم سيدي. ليش تركت مرتك وسافرت؟ قضايا عائلية. بس هالشي الله ما بيريده سيدي، الله يلطف بعبابيده. يعني واحد بترك مرته 10 سنين شو بتسميه؟ العنيد سيدي. وشو بتسمي هالأيام الطويلة اللي تركت مرتك فيها؟ أيام الغضب. يعني أنت ندمان؟ يا ريت اللي جرى ما كان. مهم هلأ شو قولك؟ يلي بتشوفه. إيشي بدي شوف؟ 10 سنين تاركها بلا مصروف وبلا معين، وهالشي ما بصير منوب. أنا بصراحة جاي مشان طلاها. وهذا الشيء اللي لازم يصير،
لأنه حبل الوداد بيناتكم قطع والعشرة بيناتكم فرطت. صحيح سيدي صحيح. وبيني وبينك منيح اللي عرفتك على حقيقتك بعد هالعشر سنين. يخرب بيتك وبيت بيتك، شو ما فيك بايقة؟ ظروف وحكمتني سيدي. وأنا كمان رح أحكمك، مو بس الظروف. بشو بدك تحكمني سيدي؟ اسكت هلا اسكت، قربي لهون يا حرمي. مر سيدي. هالزلمة رح يطلقك، شو بتقولي؟ صحيح الطلاق فيه خربان بيت، بس اللي بده اياه بيصير سيدي، لأنه هو الرجال مو أنا. طلق قدامي لشوف إذا كنت حابب. أنت طالق طالق طالق. حلو كتير. يا ترى بتبري من كل حقوقك ولا؟ أعوذ بالله. قال إبري قال، وليش لحتى أبري سيدي؟ هذا فوق ما تركني عشر سنين سيدي. أنا ما بطلع من هون قبل ما أخذ حقي ومستحقي ونفقة طلاقي كمان. شو الدنيا فلتانة ولا الجواز لعبة ومسخرة؟ بعدين أنت ما بتريده يا سيدي القاضي، محلا قاضي القضاة وأفضل حماية يسكت على إهدار الحق. ومين قال لك بسكت؟ أنا ما بسكت أبدا. أعطيها حق أو لا؟ أنو حق هذا سيدي؟ أنو حق يعني؟ نفقة طلاق أو نفقة العشر سنين اللي غبتون عنها؟ بس يا سيدي أنا مو. شو أنت ولا؟ احكي بالمشرمحي. أنا موج، أنا ما معي. أصبح بتنحبس فيهم، لأنه حق المرأة فيما يتعلق بالنفقة يعتبر من الديون الممتازة والسمينة يلي بترتب عليها أني زجك بالأنينة. بقى يا خليها عندك وأنا بجدد لك عقدك، يا سرحها بإحسان وحل كيسك يا جبان. بس خلاص بلا بسبسة ودفع بالتي هي أحسن. على كل حال قررنا نحن القاضي أفضل حمايتي تغريم المدعو فؤاد فياض المايل بدفع نفقة مترتبة لزوجته مقدارها 90 ذهبة مؤخر صداق، وعلى أن يدفع كل شهر ذهبة هيك لحتى يموت أو تتجوز مرته. وإذا تأخر عليك يا أختي مالي غير تجي لعند القاضي أفضل حمايتي، حتى إذا تحيوان ورجي رزالتي وحل عليه سألتي. يلا الله معكم. يا لطيف على هالمقلب اللي أكلته. إيه بقى مو من شيء قليل بيكره النسوان سيدي. الله يغنينا عنهم وعن مشاكلهم. سيدي ما متنا بس شفنا مين مات. فعلا كل مشاكل الكون وراها مرة بعيد من هون. اي سيدي بتسمح لنا هلا ديارك عامرة بكير. لا لا يوم الحاجة بوصلكم لكان. اخ لا ولا خليك مرتاح. خلي لي اياك. تصبح على خير. انت من اهل الصلاه. ديارك عامرة ان شاء الله. الله يرضى عليك. يلا السلام عليكم. اخرنا عليك اليوم. بكره بكره معلش ان شاء الله. يلا السلام عليك. سلام عليكم. سلام حبيبتي. يسلم لي يلي خلقك. دوقي هاللقمة من ايدي حبيبتي. الله يسلم هالايدين. دوق هاللقمة حبيبي. الله يسلم هالانامل. لقمة هالسلطة. كمان هزيتوني حبيبي. الله يوفقك هنادي. ما عاد ايدي مشاني. لا تكسفني. ايه اذا مشانك انا مستعد اكل السم الزعاف. بعيد الشر عنك. كلوا يا جماعه. شبك عصي؟ شو بني؟ ليك انا عم باكل ما بني شيء. هبة ما تاكلي عصي؟ كل هالبطاطا هي من ايدي حبيبي. لا لا شبعت. لا شو هال؟ معلش دبره. خلص عصيم كلها من ايد مرتك، ما حلو هيك تكسفها. معلش كرمالك رح اكلها. شبك شو صار لك؟ دحي 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 احسن ما يقتلني. لا 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 تدحيني. لا حدا يدحيني منو. مشي الحال. هلا لأن من ايدي تشردقت. قلت لك شبعت شبعت. لا هيك
حبيبتي هنادي شبعتي؟ ايه شبعت الحمد لله. متر بخير. شكرا كثير، كلك ذوق. ليش؟ صار العيد؟ لك انو عيد هاد؟ الجماعة يمكن عم يحتفلوا بعيد زواجهم. ألف مبروك يا جماعة. بس فاجأتونا هيك، والله فاجأتونا، كان لازم تقولوا لنا، ما بصير. هو الحقيقة نحن مو بيوم زواجنا عم نحتفل. لكن بيوم شو؟ نحن عم نحتفل بالذكرى السنوية السابعة لقراية الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة مين؟ مين مات؟ بعيد الشر يا أخي، ما حدا مات. عم بحكي عن قراية فاتحتنا أنا وهنادي. يعني مثل هاليوم من 7 سنين راحوا أهلي لعند أهلها وطلبوها رسمي وقروا الفاتحة. أيوة هلأ فهمت، فاتحة الأحزان إن شاء الله، خاتمة الأفراح إن شاء الله. مبروك، ألف مبروك. تتذكري هاليوم هنادي؟ لكن ما بتذكر، كان يوم حلو كتير، طالعة في الشمس وكان في شوية غيم بالسماء. يوميتها وصلتنا رسالة من أخي عمار من فرنسا بيخبرنا فيها إنه نجح على السنة الثالثة طب، تتذكر؟ أي طبعاً. أول يوم التقينا فيه أنا وياكي نجحت أختي ديما بالبكالوريا وطلعت من العشرة الأوائل، تتذكري؟ فعلاً يا هبة، نحن كان وشنا كتير حلو على بعض، لأنه بيوم الخطبة ربحت أختي جائزة 100,000 ليرة بسحب بطاقات الاستثمار في أعين، تتذكر؟ معلوم بتذكر. ويوم كتبت الكتاب صرت رئيس قسم المحاسبة، بتتذكري؟ طبعاً. ويوم اللي تجوزنا إجا لأختي صبي بعد 4 بنات، بتتذكر؟ إيه أنا اللي بتذكر. وبرعين زواجنا استلم أخي باسم بيت الجمعية السكنية، بتتذكري؟ فعلاً أستاذ عاصم، نحنا مو بس وشنا حلو على بعضنا، كمان على اللي حوالينا. يا ستي إن شاء الله هيك بتضل كل أيامنا مناسبات سعيدة. إن شاء الله يا رب. ما بدنا ناكل كاتو؟ إيه لك لك، تفضل تفضل. والله واللي اسمه الله، قلبي حاسسني انه رح ينهز بدني ويتعكر مراعي بالسهرة. وليش بقى؟ ليش انهز بدنك وتعكر مزاجي؟ ما بعرف، سأل حالك يلي قاعد لي طول السهرة مثل الحوبة. انا حوبة؟ ايه، ما شفت رفيقك امجاد كيف كان قاعد طول السهرة عم يتغزل بمرته ويدللها ويوجبها، وانت ولا على بالك، كأنك قاعد قدام رفيق من رفقاتك او شي تمثال حجر. يا لطيف يا لطيف، شو السنة بدني. بس انا لما بدي دلك يعني كثير صعبه، كثير صعبه اذا تنازلت وتكرمت وغازلت شوي على عيون الجماعه. انا ما بحب قلة حدا. لا، ولما اجيت لاعمل لك قيمه قدام رفيقك ومديت ايدي لطعميك لقمه او عملت شردات ومدري شو صار لك، وقلت رح تختلق فوق منها وقلب وشك احمر مثل الشوندر، شي بشرده مو هيك؟ الحق عليكي انتي اللي دفشتي لي اللقمه دفش ونزلتيها دغري بجوزة حلقي. بعدين حركتك هي مباينه تقليد، يعني مو ضروري إذا أمجد وهنادي طعموا بعضهم بالشوكة نساوي مثلهم ونقلدهم نحنا. إيه معلش يا سيدي، قلدهم، شو بتناص شافة إذا قلدتهم؟ آخ، نيالك يا هنادي، نيالك على العيشة اللي معيشك ياها أمجد، ولك يا هيك رجال يا بلا. وبشو زايدة عيشتهم عن عيشتنا دخلك؟ على القليلة مقضيين عمرهم مناسبات واحتفالات وطف شموع، ما شفتن شو كانوا عم يحكوا؟ لا، وطول مالهم قاعدين بيتطلعوا بعيون بعض وبيحكوا عن ذكرياتهم سوا، ونحنا قاعدين مثل الختايرة، قال يعني عقلنا كبير وناضجين. لك يا عاصم، أنا حاسة إنه نحنا عايشين بلا ذكريات. وين ذكرياتنا؟ أنو ذكريات؟ ذكرياتنا مع بعض أيام الخطبة والكتاب والعرس. يعني بدك ياني عالطالعة والنازلة أكرت لك شريط الذكريات تبعنا؟ ليش لا؟ إلنا بسعر أمجد وهنادي. إيه بس نحن شريطنا مختلف عن شريطهم تماما، يعني ما في شيء بسر. بالله شو؟ ولك شو بنا هبة؟ ليش بتحاولي دائما تضحكي على حالك؟ ضروري ذكرك قديش كان وشنا حلو على بعضنا؟ ضروري كل مرة ننشر غسيلنا المقلقل؟ شو قصدك؟ أنت بتعرفي قصدي منيح، بتعرفي كمان إنه كل ذكرياتنا مشرشحة، بس معلش، رغم هالشي رح أكرت لك إياها. أول يوم شفتك فيه سقط أخي الصغير بالبكالوريا وأخي الكبير بفحص شهادة نسواقة،
ويوم يلي رحنا نطلب ايدك ونقرا الفاتحه اتزحلطت خالتي بدريه على الدرج وانكسرت رجلها. المسكينه يوميتها حطوا لها سيخ حديد واربع براغي برجليها. ويوم الخطبه سرحوني من شغلي ومات خالي ابو ممدوح. بعد الخطبه بجمعه انسرقت صيغتك وصار معك ريان انت وضليتي ملحوشه بالفرشه 20 يوم. ويوم كتب الكتاب هبط بيت اخي نادر تبع جمعيه اتسيا. ويوم العرس فاتت سياره اهلي بسياره اهلك ولولا لطف رب العالمين كنا زقينا العيلتين على المستشفى. ويوم الأربعين مات عمي فواز بالجلطه بعد ما اجته ضريبه على معمله ايد 10 مليون ليره. بقى شو بدي اتذكر منك يا اسفرجي الا اتذكر كل عضه بغصه. بقى لشو حتى نتشبه بالاخرين مشان الله. لك يا حبيبتي انا بحبك وانت بتحبيني وكل واحد بحب مرته بمعرفته وبيغازلها بمعرفته وبيبسطها بمعرفته. بقى لشو لحتى نقلد فلان ومرته.